حبايبي في فيديو جديد اليوم. غادي نحضر لكم الكفتة السورية، يعني طريقة التحضير ديال الكفتة السورية والمقادير اللي كنحتاجو. عندنا بطاطس، طماطم هي مطيشة، بطاطا، بصلة، بقدونس، بعدونس ولا قزبور على حسب الاختيار ديالكم. عندنا تومة، غارليك. بالنسبة للتوابل عندنا ملحة، عندنا بابريكا، عندنا كمون، عندنا إبزار، عندنا معجون طماطم، طماطم كونسنتري، كونسنتري طماط. وعندنا الكفتة، حوالي 500 غرام كفتة ديال الغنم ماشي ديال البقر، كفتة ديال الغنم. طريقة التحضير غادي نوريكم كيفاش. أول حاجة غادي نماريني، يعني غادي نتبل الكفتة ديالي. أول حاجة غادي نقطع البصلة، بسم الله توكلت على الله، بسم الله. البصلة غادي نقطعها على شكل، من الواز يعني قطعة صغيرة. هي البصلة ديالنا نقطعها سيزلي، نحطوها على الكفتة ديالنا. الطماطم نحطوها على شكل شرائح، يعني نخليه واحد الشوية غادي نحطو فوق، نحطو لتحت ديال الكفتة. وهادي غادي نحطوها حتى هي سيزلي. نتبلو بها الكفتة، ثوما، غادي نضيفو على الكفتة ديالنا المعدنوس والبقدونس. من بعد نضيفو على الكفتة ديالنا، من بعد غادي نتبلو الكفتة ديالنا أنا بالتوابل اللي راني قلت لكم بعديها.
شوية إبزار، شوية الكمون. هذه راهي توابل مغربية، يعني توابل جبناها من المغرب 100%، 100% توابل مغربية. كمون، إبزار، تحميرة، هي بابريكا. ملح، هذا نضيفه، معجون طماطم، كونسنتري طماط، تقريبا جوج معالق صغار على حسب الكمية ديال الكفتة اللي درتو. الكفته كما قلت لكم، الكفته راه ماشي ديال البقر، ماشي بقري، الكفته ديال الغنمي، حيت هنا معروف في الشرق الاوسط الكفته عندهم معروفه بالغنم، يعني ماشي بحال عندنا في المغرب حنا كنديرو الكفته وكنديرو ديال البقري. نضيف عليها واحد شويه ديال الزيت، ديالنا دابا هي واجده كما كتشوفوها. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير، يعني كيفاش غادي نديروها. اول حاجه كنقطعوا البطاطس يعني على شكل دوائر، مطيشه طماطم قطعتها من قبل، ها هي على شكل شرائح، قطعتها على نص ومن بعد قطعتها شرائح. دابا غادي نقطعوا البطاطا ديالنا، ممكن تستعملوا عاوتاني الفلفل الاخضر، فلفله حلوه ممكن تستعملوها، لكن انا منتهاش عندي دابا نستعمل داكشي اللي عندي. البطاطا كنديروها في الماء ديما، كنديروها في الماء باش ما تكحاش لينا، حيت الا حطيت البطاطا هكاك كتكحل. ندوزو الطريقه ديال التحضير. طريقة التحضير، نمول، نفرش البطاطا لتحت، ممكن تفرش حتى الكفتة لتحت إذا بغيتي تفرش الكفتة، إلا بغيتو تفرشو الكفتة لتحت تفرشوها. أنا فضلت ندير الخضر لتحت من بعد غندير الكفتة، من بعد غادي نفرش طماطم وهي مطيشة من فوق، دابا الكفتة غادي نفرشها الفوق، يعني الكفتة على ما حسب ما يعني كيف ما عجبكم نتوما تقدروا تحطها من فوق، أنا غنديرها الطريقة هذه. من بعد كنضيفوا لها شويه ديال الماء، من بعد دابا ندخلها الفران لمده يعني 880 درجه لمده تقريبا 45 دقيقه، يعني من بعد ما طيب البطاطا ديالنا ان شاء الله، حيت الكفته يعني ما كتاخذش وقت كثير.